السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ربيع من تيم عمل بشكل جديد. معادنا النهاردة إن شاء الله مع المحاضرة الثانية من كورس التحليل الطبية العملية. هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع الأجهزة. هنبدأ إن شاء الله مع جهاز الميكروسكوب، لأني بعتقد إن هو أهم جهاز، لأنه مش زي باقي الأجهزة اللي هو تقدم له العينة في صورة معينة وهو اللي هياخدها ويعمل عليها الحسابات ويقيم لك ويطلع لك في الآخر. لا، الميكروسكوب مش كده. هو الميكروسكوب مجرد إن هو بيعرض لك الحاجة، وانت بقى المهم عليك انت اللي بتكتب التقرير بالاشكال دي. انت بتكتب انت ايه الاشكال دي، فدي طبعا بتتوقف على دراستك، بتتوقف على قرايتك، بتتوقف على بحثك وهكذا. وده صراحة اللي بيميز ما بين الكيميائي المتميز والكيميائي العادي. فالنهارده ان شاء الله نتعرف على معظم الاشكال اللي ممكن انت تقويلها تحت الميكروسكوب، بحيث تكون مؤهل انك في الشغل ما تتعبش وتتعرف على الحاجات بسهولة. النهارده ان شاء الله هناخد تحليل من اكتر تحليل ممكن تجي لك، وهي اليورين اناليسيس اللي هو تحليل البول. بيكون في ثلاث حاجات مهمه بالنسبه لي المفروض ادونهم: الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز والميكروسكوبيال اكزامينشن. اول حاجه الفيزيكال بروبرتيز، يعني الصفات اللي انت بتبقى شايفها قدامك. انا العينه دلوقتي بيكون جاي لي في كاب، الكاب ده بيكون عليه تدريج من 20 مللي مثلا، 30 مللي، 40 مللي، لغايه ما نوصل ل 100 مللي. فبشوف العينه قد ايه وبدون وبكتب الفوليوم مثلا 70 مللي، وبلاحظ برضو هل العينه جات لي في اي وقت فبسميها وندا بسامبل، ولا دي اول عينه اللي هو اول ما المريض صحي من النوم فبسميها في الحاله دي مورنينج سامبل. تاني حاجه بلاحظها الكلر، اللون، هل اللون يلو اللي هو اللون الطبيعي، ولا هل هو ووتري؟ وده بيكون في حاله الدايبيتس ميليتس والدايبيتس انسبايدس، بيكون في حاله مريض السكر اللي هو العادي، او بيكون عنده نقص، او يكون المريض يعني اللي عنده نقص في الانتي دايريتك هرمون. برضه بيكون احيانا بنشوف اللون دارك يلو، ده بيكون في حاله مريض الصفرة، او بيكون ريدش بالنسبه للبول اللي فيه كميه دم كتيره، يعني بيكون لونه ريدش. ثالث حاجه بلاحظها الاسبكت اللي هو المظهر اللي احنا بنشوفه، هل هو تيربد يعني متعكر، هل هو سلايت لتيربد يعني بيكون نص نص، هل هو كلير بيكون يعني ما فيهوش اي عكره. كده خلصنا الفيزيكال بروبرتيز، نخش على الكيميكال بروبرتيز، ودي بنتعرف عليها عن طريق شريط. الشريط ده بيكون عباره عن ثلاث الوان، بيكون لون الالبومين، لون البي اتش، لون الجلوكوز. بنحط الشريط في اليورين، وساعتها لو في البومين اللون بتاع الالبومين بيتغير، وبقيم على الكمية بتاعت الألبومين عن طريق العلبة اللي بيكون فيها الشرايط، بيكون في شوية ألوان على حسب اللون ده. أنت بتتعرف على كمية الألبومين، لو اللون الأولاني يبقى كده بلس 1، لو اللون الثاني بيكون بلس 2، لو اللون الثالث يبقى كده بلس 3، يعني كمية كبيرة جدا. يعني كل ما بتزود بلس كل ما يكون الكمية في اليورين بتكون أكتر. وطبعا لو مفيش اللون بتاع الألبومين مش بيتغير فبنسميها نيل، يعني مفيش. بالنسبه للون الثاني بيكون لون البي اتش، طبعا احنا عارفين ان اللون هيبقى مثلا في الوسط الحامض الطبيعي اللي هو البي اتش بيكون اسيدك، ده الناس الطبيعيه، فبيكون مثلا اللون هيتغير هيبقى على اللون بتاع رقم 5 او اللون بتاع رقم 6، ده فبنسمي الوسط ده كده اسيدك. لكن بالنسبه مثلا في بعض الحالات بيكون مثلا بيتغير للون اللي مكتوب عليه 8 او 9 فبنسمي الوسط ده الكلاي. اللي احنا عارفين طبعا ان هو البي اتش بتاعنا بيكون مفروض يعني يكون مفروض يكون 6 او يكون مفروض 5، لكن غير كده بيكون حاله مرضيه يعني. فبنسمي لازم طبعا نذكر في التقرير هل الوسط اسيدك عشان نطمن ان هو يكون طبيعي، ولا هو الكلاي ونتخذ اجراء مناسب. بالنسبه لثالث حاجه بيكون اللون بتاع الجلوكوز. لو مفيش جلوكوز في اليورين الشخص طبيعي فبنكتب نيل، يعني مفيش. لو اللون اتغير يبقى ده شخص مريض سكر، فبنشوف برضه كميه السكر قد ايه. لو اتغير اللون الاولاني يبقى كده بلس 1، اللون الثاني بلس 2، لو اللون الثالث بلس 3، لو اللون الرابع بيكون بلس 4، وده طبعا نادرا ما بتشوفه لان ده بيكون السكر عالي جدا. ده بالنسبه للكيميكال بروبرتيز. نخش دلوقتي على الميكروسكوبيك اكزامينشن اللي هو اهم حاجه، بس طبعا مش هنفحص على طول. احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب انبوبه فاضيه اللي احنا كنا بنقول عليها انبوبه السيروم اللي ما فيهاش انتي كوجولانت. بنحط شويه من الكب بتاعنا، بنحط شويه في الانبوبه دي، بحيث مثلا تبقى تلت الانبوبه او نص الانبوبه، وبعد كده نحطها في الجهاز اللي قدامنا ده اللي هو اسمه السنترفيوج. ده بيدور العينه بحيث لو فيها حاجه تترسب يعني. فانا دلوقتي مثلا هسيبها دقيقتين بحيث لو فيها املاح او دم او كريستالات الحاجات دي تترسب،
واكون عارف يعني اكون متوقع يعني هشوف ايه تحت الميكروسكوب. واحيانا بيظهر الراس ده لما يكون فيه املاح كتيره وما يكونش فيه عادي يعني مش مشكله. دلوقتي خلاص زورتها، فانا دلوقتي الخطوه الجايه ان انا بروح بقى افضي الانبوبه دي في الكب عادي، وبسيب بس بتاع 3 4 نقط كده في الاخر، واروح اراجعها بحيث لو في راسب ولا حاجه يكون حصل امتزاج يعني ما بين النقط اللي فاضله وما بين الراسب، بحيث انزل شويه من الراسب على الشريحه. فانا بنزل نقطه على الشريحه واروح مغطيها بكفر. وجه دلوقتي ان احنا نشوفها دلوقتي تحت الميكروسكوب، بيكون في حاجات لازم هنشوف منها زي مثلا الباس والريد بلاد سيلز والرينال ادسيلال سيلز. الباس بقيمه على حسب العدد، يعني مثلا لو العدد هيتعد فبعد عادي. يعني مثلا دلوقتي ممكن في شخص مثلا اللي ما عندوش بيكون مثلا الرينج بتاعه مثلا بيكون من 2 ل 4، بيكون في مثلا 2 او 3 او 4 انت بتشوفهم، فبتكتب باص 2 ل 4. لكن ما فيش حاجه اسمها بالنسبه للباص او الريد بلاد سيلز او الرينال ادسيليا سيل، ما فيش حاجه اسمها صفر، لا لازم هيكون موجود. حتى لو ما شفتش هيكون موجود، فانت تكتب على الاقل اكتب مثلا 2 ل 4 بالنسبه للباص. اكتر من كده بتعد، فمثلا بتقول مثلا 6 ل 8، 8 ل 10 على حسب الموجود طبعا، 12 14 16 18 لغايه مثلا ما توصل 22 ل 24، بعد كده مثلا بتروح قايل 25 ل 30. اكتر من كده بيكون صعب التقييم، بيكون صعب انك تعد. فممكن تقيم مثلا تقول مثلا العدد 35 ل 40، 40 ل 45 وهكذا. وصلت خلاص مثلا ل 50 فتقول مثلا 50 ل 60، اكتر من كده مثلا فهتقول من 60 ل 80 او من 80 ل 100. الباص كتير جدا اللي هو خافي كل حاجه قدامك، الفيلد مليان، فبتقول ان هو اوفر 100. وده شكل الباص اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، طبعا بيكون شكل الكوره، وبيكون جرانيوليتد، بيكون فيه انواع كتير. تاني حاجه برضه الريد سيلز في العادي برضه بيكون فيه قليل جدا، فمثلا ممكن تقول لو انت ما شفتش ريد بلاد سيلز برضه ما ينفعش تكتب صفر، فبتقول مثلا من 1 ل 3 ده اقل حاجه. اكتر من كده زي ما قلنا بنعد مثلا 3 5 5 7 7 ل 9 وهكذا. بيكون شكلها زي ما احنا شايفين بتكون اصغر من الباص، وما بتكونش ما بيكونش فيها نيوكلاس، لان عارفين ان هي نون نيوكليتد، فبتكون مدوره وبتكون اصغر من الباص وما فيهاش اي نيوكلاس خالص. فدي في الحاله دي مثلا اللي احنا شايفينها قدامنا دي بيكون فيه ريد بلاد سيلز كتيره، فبيقول مثلا هل العدد مثلا كام؟ نفس الحوار بنعد زي الباص. في حاله ان اوفر 100 فبنسمي الحاله دي بلاد هيماتوريا، وبيكون لون اللون اليورين بيكون لونه احمر، وبيكون برضه في الانبوبه لما احنا دورناها بيكون في راسب احمر. فانا بكون متوقع يعني ان الحاله تكون كده. ثالث حاجه بتبقى قدامنا الرينال ابيثيليال سيلز، طبعا بتكون بالنسبه للبنات بتكون موجوده كتيره، لكن بالنسبه للشباب بتكون موجوده قليله. بس برضه انا بكتب بلس 1 على الاقل، مفيش حاجه اسمها ان برضه يكون في صفر في الرينال ابيثيليال سيل. الحاجات اللي احنا قلناها دي بجانب دي الحاجات دي لازم تكون موجود في منها في اليورين، مفيش حاجه اسمها ما فيهاش. فبالنسبه مثلا العدد طبيعي فبنكتب ان هو بلس 1، اكتر من طبيعي بحاجه فبنقول بلس 2. ممكن تبقى للبنت بلس 2، لكن الولد بالنسبه له في الطبيعي ما بيكونش فيه بلس 2، غير كده بيكون حاله مرضيه يعني. بالنسبه لما تكون مثلا كثيره جدا اللي هي ماليه الفيلد فبنقول بلس 3. برضه بيكون بالنسبه للاثنين بقى في الحاله دي بيكون بالنسبه عندهم مشكله في الكليه ممكن. نيجي بعد كده للحاجات اللي ممكن الاقي وممكن ما الاقيش بالنسبه للاملاح. فدلوقتي انا لو في الاسيديك ميديوم اللي احنا قلنا يعني البي اتش هيكون عباره عن 5 او 6، ممكن الاقي حاجه من 3، يا اما كالسيوم اوزاليت يا اما يوريك اسيد يا اما اموفاسيليت. الكالسيوم اوزاليت اللي احنا شايفينها دلوقتي هو اكتر حاجه المشهوره، واكتر حاجه ممكن اميزها تحت الميكروسكوب. الكالسيوم اوزاليت زي ما احنا شايفين بتكون زي ما تكون شكل ظرف، لما بحرك الفاين فوكس بتلمع قدامي، بيلمع قدامي شكل اكس، فهو اكتر حاجه ممكن تميزها تحت الميكروسكوب هي كالسيوم اوزاليت. بيكون ليها دواء فوار، الفوار ده بيكون اسمه سيتروسين ماغنيسيوم، وممكن برضه نستخدم الاي بي ماج. الشكل الثاني ده برضه مشهور برضه اسمه اليوريك اسيد، ده بنستخدم له فوار اسمه يوريفين. الشكل الثالث برضه اللي ممكن نشوفه بيكون مش كريستال، هو بيكون عباره عن اجزاء من كريستال بس، فبيكون زي ما يكون نقط كده ويكون متجمعين جنب بعض. الشكل اللي قدامنا ده بيبقى اسمه الامورفاس يوريت. بيكون برضه ممكن نستخدم معاه يوروسولفين فوار برضه.
دلوقتي بقى نيجي للالكلاين ميديم اللي هو البي اتش 8 او 9، بكون متوقع ان انا ممكن الاقي الشكل ده اللي هو تريبل فوسفيت، شكل كريستال بشكله منتظم زي ما احنا شايفين. وممكن الاقي الشكل اللي قدامنا ده برضو اسمه امورفوس فوسفيت، زي ما قلنا الامورفوس يعني هو مش شكل كريستال، هو حتت من كريستال بيكون شكل كده غير محدد، مش زي الكريستال اللي هو بيكون ليه شكل محدد، لا شكل غير محدد زي ما قدامنا بيكون شبه الرملة شوية. ففي الحالة دي بنسمي اللي احنا شايفينه ده ما دام الوسط 7 او 8 بنسميه امورفوس فوسفيت. في الحياة برضه ممكن الاقيها بس نادرا ما تلاقيها، لان انا قضينا اصلا على مرض البلاهيسيا يعتبر، بس ممكن نادرا ما تلاقي، ممكن تلاقي اللي احنا شايفينه ده الشيستوسوما هيماتوبيا اللي هو نوع من انواع البلاهيسيا بس اللي بتكون موجوده بقى في اليورين دي، طبعا بتكون الايج بتاعتها. الشكل اللي قدامنا ده احنا عارفين ان البلاهيسيا من الديدان اللي بيكون الكون البيضه بتاعتها، يعني بيكون ليها شوكه طرفيه زي ما احنا شايفين كده. دي بتكون موجوده في اليورين، لكن عارفين طبعا برضه ان في نوع تاني اسمه شيستوسوما مانسوناي، بيكون الشوكه بتاعتها بتبقى لاترال، بتبقى في الجنب، ودي ان شاء الله هنتعرف عليها لما ان شاء الله المحاضره الثالثه ان شاء الله لما ناخد الستول اناليسيس. ان شاء الله اشوفكم على خير، وبكده تكون انتهت المحاضره الثانيه. اشوفكم ان شاء الله في التحليل الجاي اللي هو تحليل الستول اناليسيس، ويا ريت تحضروا معاكم ماسك عشان يكون التحليل زي ما انتم عارفين يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.